التوفيق للجميع ان شاء الله. شكون اليوم بنتي كيفاش عشتي الليله معاها؟ والله واحد الليله نتمناها ان شاء الله لكل الاولياء اللي مازال، وواحد الفرحه كانت الباح، فرحه وخلعه وخوف كامل نطمو في دقيقه. والله حسيتنا كيما نهار اللي زادت الطفله هذه، واحد الاحساس شافتني شديت ما نقدرش. ربي يحفظك. البارح صافا جات من ليكوخ، راحت ليكوخ جات، بون طيبنا لها درنا لها عشاء سبيسيال لازم نفرحوها، كنا اونتوغي كامل بها كامل بها. رقدت بكري، تعشات بكري، رقدت بكري، ناضت الفجر، صلات الفجر، قرات الصورة تاعها دايما، دارت حاجة بيزاغ لي، كلات لي ثلاث حبات تمرية ما تحبهمش. قلت لها وتري ثلاثة خمسة ولا سبعة؟ قالت لي ماما ثلاثة وصحتك. قلت لها شربت الماء، لبست حوايجها وتكلت على ربي، صلات. اللي قدمتيهم ولا واش وصيتيها؟ دايما شدي في ربي، شدي في ربي وما تتبانيكايش، كل حاجة تجوز، بلا عقل بلا عقل تجوز، ركزي تكلي على ربي دايما، يا ربي في فمك، ما كاش خوف. احنا صح خوف، ما قدرتش انا نبين لها بلاني خايفه، مي الخوف اللي كان عندي صدقني رعب، كان عندي رعب مي ما بقدرتش نبين لها، مي الحمد لله على امين ان شاء الله للجامع ان شاء الله. كيما اليوم نصيبك اليوم بفرحه ان شاء الله، كامل يفرحوا يا ربي، العقوبه كامل ان شاء الله اللي مازال حيجوزوا ان شاء الله. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.